أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ولقاء جديد وطبق جديد من مطبخ منال العالم. اليوم حنعمل طبق جانبي برضو زي ما تعودتوا، سهل ولذيذ. حنعمل طبق كتير بنحبه والكل بحبه في رمضان وفي كل وقت في السنة. حنعمل بطاط على شكل كبة محشية بالجبن بطريقة كتير لذيذة، ممكن نعملها سادة ممكن تعملوها بالجبن على حسب ما نشوفها اليوم سوا. نستعرض مع بعض المكونات اللي حنحتاجها. المكونات أنا حستعرضها بس عشان نتكلم عنها، ولكن في نهاية الحلقة بتلاقوها مكتوبة بشكل كتير منظم زي ما تعودتوا من مطبخ منال العالم. عندي بطاطس، البطاطس ما عندي عيار على فكرة هوني، حسب الكمية اللي بدكم إياها. عندي مثلا 4 حبات من البطاطس المتوسطة الحجم، وعنا شوية زبدة، وعندي هون الجبن الحلوم. الجبن الحلوم طبعا بيبقى موجود بقطع اكياس هيك مع ميتها في الجمعيات او في السوبر ماركت، تقدروا تشتروه قبل بوقت ونحطوه بالفريزر. على فكره ما بيصير له شيء اذا حبيته، واذا حبيتوا تستعملوا جبن الحلوم او جبن موزاريلا، الاثنين بيمشي الحال، بس ما حناخذ قطعه كبيره، قطعه صغيره فقط. لتغطيه الكبه هحتاج طحين، بيض، وبقسماط. الكبه كتير تجهيزها سهل، ولكن في بعض الملاحظات الصغيره حنعرفكم عليها واحنا بنشتغل عشان فعلا تنجحوا في عمل كبه بطاط في منتهى السهوله، ونقول تكونوا ضامنين انها تطلع لذيذه ومقرمشه. نبتدي في الاول نسلق البطاطا. طبعا البطاطا انا بسلقها بمي مملح. اذا بحتاج يعني خلينا نحط كميه هيك من الملح، ما في عيار او كمية، حوالي ملعقة كبيرة من الملح، وأخلي المي تغلي. أسقط البطاطس، خلوا بالكم أنا ما قشرتها وهي بقشرتها. في بعض الوصفات بنقطع البطاطس أو بنقشرها وبعدين بنهرسها، في فرق ما بين أني أنا أقشرها قبل السلق أو أقشرها بعد السلق. الفرق هذا أعزائي المشاهدين بيكون في المية اللي عم تتجمع عندي في البطاطس. إذا أنا بدي في بعض الوصفات البطاطس زي مثلا بطاطا بيوري بدي أعمل، يفضل إني أسلقها وهي مقشرة. فهوني لا، أنا ما بدي البطاطا نفسها يكون فيها سوائل كتير، ما بدي تأخذ مية كتير، فالقشرة بتحميها شوي أثناء السلق. فعشان هيك انتبهوا للملاحظات اللي قلنا، حنذكر بعض الملاحظات البسيطة اللي تخلوا وجودكم أو وقفتكم في المطبخ وانتوا بتجهزوا هذه الوصفة فعلا ملاحظات مفيدة. هنحتاج ممكن طبق زي هذا، واحتاج هراسة البطاطس. اذا في مجال حدا يساعدك في المطبخ بتبقى فرصة حلوة، كل ما دخلنا المطبخ كل ما كان شيء ممتع. ببتدي اقطع البطاطس واحاول طبعا اهرسها وهي سخنة، كل ما كانت او دافية قدر الامكان، كل ما كانت سخنة او دافية كل ما كان افضل لي في تجهيز البطاطس. هقطعها الطريقة هاي وتبقى عندي موجودة جاهزة، وأبتدي أضغط ضغطة قوية لغاية ما ألاقي بطاطس نزلت عندي بالشكل هذا. بتاخد شوي منكم مجهود بس أولها يعني لغاية ما تنزل بالطريقة هاي. ناخد قطعة كمان وأبتدي أضغط. كل ما كانت على فكرة البطاطس دافية كل أو سخنة كل ما كان أسهل لكم في عملية الهرس. نكمل بقية المقدار بالطريقة هاي. ناخد سباتولا ونشيل بقى. خطوتنا التالية أعزائي المشاهدين، حضيف زبدة. إذا عندي زبدة متلجة شوي مش مشكلة، أو في درجة الحرارة العادية على أساس إنه تأخذ شوية من سخونة البطاطس. على طول شايفتوا على طول بتسيح عندي، ورش من الكركم. هلا إذا حبيتوا طعم من البهارات تاني، بتحبوا تضيفوا أي إشي تاني حسب رغبتكم، حرش شوية فلفل أسود، وطبعا الملح على حسب الذوق. دقوها، تنسوش انه الجبنة عندي فيها ملح فما حكتر من هذا الموضوع. خلوا بالكم انا ما اضفت ولا حليب ولا اي شيء، احنا مش عم نعمل بطاطس بيري، احنا عم نعمل كبة.
بقلبها بالشكل هذا، نزود شوية اللون الأصفر ولا معقول؟ أعتقد هلأ بس على فكرة ما تحكموا عليها، هلأ بس تهدى شوي عندي البطاطس حتغمق شوي لأنه بيبتدي اللون يندمج أكتر ويدوب مع البطاطس. يبقى حخليها هلأ على جانب، وخلوا بالكم ما حشتغل فيها هلأ، لازم تبرد تماما، أسيبها حوالي 10 دقائق بالثلاجة لغاية ما تتماسك، بعد هيك نشوف طريقة التشكيل. خطوتنا التالية أعزائي المشاهدين، نجهز هالخطوة الثانية اللي بدنا إياها عشان نجهز الكبة. هحتاج بيض، ممكن أكسر بيضة بيضتين حسب الكمية اللي أنا عايزاها، وحنرش رشة ملح. ممكن على فكرة تحطوا مع البيض رشة كركم إذا بتحبوا، بيعطيه برضو طعم أكتر، أقصد وكمان لون. إذا حابين لون البطاطا تبقى أصفر أكتر ممكن أضيف برضو مع الطحين إذا بتحبوا. يبقى أنا عندي هون بيض وطحين وبقسماط. ناخد خطوتنا التالية اللي هي تجهيز الجبن. الجبن أنا بدي أقطعه إلى أصابع رفيعة، اللي بيحبوا يستعملوا هالطريقة ممكن تنسوا موضوع الجبن وتستعملوا الوصفة ككبة بطاط عادية. حبيتوا إضافة الجبنة كان بها. باخد قطعة من الجبن، يعني لاحظوا طبعا كل مرة حتتقطع عندي بشكل شوي مختلف حسب قطعة الجبن اللي موجود عندي. ممكن أصبع بالطريقة هذه، معقول. هلأ باخد قطعة من البطاطس، طبعا بردت عندي ما ينفعش أشتغل فيها أبدا، وهي خلوا بالكم وهي سخنة ما بينفع. باخد قطعة من الجبن وأبتدي أحطها بهالطريقة. ناخد واحدة كمان نكبرها شوي، أبتدي بإيدي. إذا لبستوا الجوانتي كتير بسهل الشغل، أو إذا حبيتوا حطوا شوية مي بإيدكم، مي بتلج هيك، وابتدوا شكلوا الكبة بهالطريقة هاي. هذا الشكل طبعا اللي هو اللي احنا متعودين عليه ما بقدر اشتغل فيه هلا، حخليه على جنب، وما بقدر احطه في البيض والبقسماط هلا تماما، لازم احطه بالثلاجة يتلج كويس قوي، وبعد هيك ابتدي خطوتنا التالية. معلش احنا حنغلبكم بهالوصفة، بس هذه ملاحظات كتير مهمة عشان فعلا تنجحوا بالحصول على كوبة مزبوطة. هاي هلا تلجت كويس، ببتدي خطوة اللي هي التغطية. نبتدي نحطها بالطحين، اول مره رش بالطحين بالشكل هذا. خلوا ايدكم هاي نظيفه، وخلوا ايدكم هذه للبيض عشان تبقى الامور مريحه عندكم بهذا الموضوع. خلينا اجيبها هيك على جنب. يبقى بالطحين بعدين البيض، تتغطى، لاحظوا تتغطى، انا باصبع هيك بمسحها شوي شوي، وبعد هيك في البقسماط، وايدي اللي نظيفه للبقسماط. نحطها على الطبق بالشكل هذا. ناخذ واحده ثانيه طحين بإيدي الناشفة، بالبيض الإيد اللي بتبقى هذه خاصة فقط للبيض، وإيدي الثانية الناشفة بالبقسماط. هذه الخطوة أعزائي المشاهدين برضو يفضل إني أرجع أحطها تاني بالثلاجة. كل ما تلجت كبة البطاط كل ما كانت عندي نتيجتها أفضل بكتير. يبقى حنتلجها على كذا مرحلة زي ما وضحت لكم. المرحلة الأولى نهرس البطاطا وهي دافية، المرحلة الثانية نحشيها نحط بالتلاجة، نرجع نغطسها بالبيض بالبقسماط ونرجع نحط بالتلاجة. يبقى بنكمل بهالطريقة هاي. وإذا بتحبوا تفرزنوها أو تحطوها تحتفظوا فيها مثلا لرمضان أو أي وقت، بتقدروا برضو تحتفظوا فيها بالفريزر. بنجمدها في الأول في صينية مفتوحة مكشوفة، أقصد مفرودة هيك كل واحدة لوحديها. لما تتجمد تماما بقدر أحطها في كيس نايلون أو في وعاء بلاستيك، وأخليها باخد حبات اللي بدي إياها أخليها تفك شوية فقط، ما تخليها تفك 100%، وأبتدي أقلي. ولما أقلي من فضلكم انتبهوا لملاحظة ما أحط كمية كبيرة من البطاطس في القلاي في وقت واحد. هبتدي أعزائي المشاهدين هلا أقلي. طبعا أنا بقلي في زيت غزير، الزيت يبقى عندي جاهز وسخن.
ونبتدي ناخذ قطع. زي ما قلنا ملاحظة كتير مهمة انه ما نحط كمية كبيرة في نفس الوقت في القلاية. وححتاج قطعة من ورق المطبخ، هخليها جنبي وقلب على خفيف لغاية ما تاخد اللون الذهبي اللطيف، ما بتاخد وقت كتير، خلوا بالكم. الكبة هلأ أخذت اللون الذهبي اللطيف، وطبعا بنستنى عليها بس هيك تهدى شوي وتستمتعوا بطعمها.